السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ورمضان كريم بالرزق والصحة والسلامة والعافية إن شاء الله وكل ما كتمنى وديجا بعد الأيام كتر ديجا أيام عديدة بعد دازت لا فيديو <applause> ديال اليوم ان شاء الله بغيت نهضر لكم على الفيزا توريست لان مازال مره مره بعض الاسئله كيجيو ديال عافاك عافاك الله يخلي قلبنا على شي اوفر دون غير باش نكونوا واضحين راه دائما كنقولها مره مره في الفيديو فيديو اللي كنهضر عليهم على الهجره بان انا راه جو سو با اون كونسيير ولا كونسلتونت اون ايميغراسيون مي جو بارطاج معكم داكشي غير اللي كنعرف واللي كيكون مثلا في لو سيت ديال ليميغراسيون يعني بعض المعلومات اللي تقدر تفيد الناس مي اللي كان باغي زعما le détail, le détail, il faut dire qu'il faut avec un conseiller ou un consultant en immigration. Bon, n'est-ce pas que c'est le détail qui est le bon visage touriste, il faut dire qu'il faut une offre d'emploi, oui, c'est possible, il faut dire que la personne est présente ou le bon visage, il faut dire qu'il faut une offre d'emploi, il faut dire la demande faire permis de travail est faut دونك euh, مؤخرا مع euh, مع لا بونديمي كانوا لي دوسي ما كيتريطاوش دغيا لي فيزا ما كانوش كيعطيوهم كي ولكن دابا الحمد لله هاد الجائحه ديال كورونا بون با... غادي نقولوا كاع بريسك مشات واخا دابا كاينه ولكن الناس مع لي فاكسان وداكشي الحمد لله دونك ولاو كيسربيو كي, كي سربيو شويه في لو تريتمون دو دوسي وبزاف ديال الناس اللي جاتهم فيزا دونك جاو هنا توريست يا يعني اما توريست نيت دي فري توريست يعني غير سياحهم بعد رجعوا ولا جاو باش يقلبوا على دي

لي زوفر دومبلوا كيفاش كنلقاوهم بون راني مره مره كنت كنهضر عليها يا اما في لي سيت يعني با مال دو سيت اللي كتدخل وتقلب على لو فور دومبلوا يا اما بوش ا اوغاي مثلا كتعرف مثلا شي حد عنده شركه كبيره وكتقول هذا راه طالب لي زومبلوي ولا شي حد خدام في شي شركه وعارف بان هذيك الشركه راه محتاجين الناس دونك سي سا بوش أو اوغاي شي كيقولها كي لشي يا اما مثلا لي جورنو يا اما كاريمون كتمشيو لون اجونس دو ريكروتمون يعني وكاله ديال التشغيل كتقول لهم بو انا عندي غير فيزا توريست وبغيت نقلب على شي اوفر دومبلوا يعني كاين بليزيوغ فاسون ولا كاريمون كاينين دي كونسلتون ولا دي اون ايميغراسيون اللي يقدر يساعدك على انك تلقى اوفر دومبلوا بعدا غير نرجعوا للفيزا ديال التوريست الاغلبيه ديال الناس اللي كيبغيو يطلبوا فيزا توريست يعني آه بون خاص ضروري هداك اللي غادي يطلبها غادي تكون مثلا عنده لو كونط بانكي خاص يكون عنده فيه الفلوس خاص يكون عنده اتيستاسيون دو كونجي يعني شاد كونجي من الخدمه ديالو مثلا شهر ولا بان راه جاي لهنا غير كونجي كاين عاود مثلا الا كان شي حد من لا فامي عندك هنايا كيصيفط لك لو غولفي تي 4 هذا لو غولفي تي 4 هو اللي كيبين بان هذاك السيد اللي من العائله ديالك هنايا في, كيبيك راه خدام عنده مدخول دونك راه عندو من غادي تجي يعني بحال تقول وخصو يدير لك اون بليس اون انفيتاسيون بان راه عارضك باش غادي تجي عنده دونك هادو ا بو هما لي دوسي واخا تقدروا تعاودوا تدخلوا لو سيت وتشوفوا اكزاكتومون بلوس دو بابي كاينين بلوس دو بابي لان الا جينا ندخلوا في الديتاي الديتاي غيت ام تي بو لونغ لا فيديو باش كتطلبوا الفيزا اون جينيرال اون جينيرال الا كانوا هاد لي بابي واجدين وكان زعما يعني ما كاين حتى شي شك في الوراق اللي غادي تعطيوهم باش تاخذوا الفيزا لا بيرسون كتاخذ الفيزا دونك اون فوا كتجي هنايا مثلا لا بيرسون ها هي قلبات المهم قلبات قلبات ولقات اوفر دون بلوه بهاديك لوفغ دون بلوه كتطلب ان بيرمي دو طراباي غير هو خاص واحد القضيه تعرفوها هذاك لومبلويور بلويغ داك المشغل ما يعطيك ديك لوفر دومبلوا حتى يكون هو بنفسه دار ديجا لا دوموند ولا ولا أه بوبلي هذاك لو بوست باش مثلا يقلب على دي زومبلوي هنايا في كيبيك ولكن ما لقاش يعني شهرين ثلاث شهور اربع شهور هو داك لو بوست دايرو دايرو في لي ريزو سوسيو دايرو في في لي سيت لي سيت ديال دو دي ريشيرش دومبلوا ولا دوفر فور دومبلوا ولكن ما لقاش اللي يخدم دونك بهالطريقه الطريقه فاش ما كيلقاش اللي يخدم تيخص داك المشغل يطلب سكون ابيل لي يمتي ليتود دامباكت سور لو مارشي دو ترافاي بان غادي لو سيرفيس ديميغراسيون بان هذاك لو بوست اللي كيقلب عليه ولا دوك لي بوست اللي كيقلب عليهم ما لقاهمش هنايا بون bon, صافي 4 مو هو داير لانونس ولكن ما لقاش هذوك لي بوست دونك دونك دابا خاصو يعطي هاد لي بوست للناس اللي كاينين اللي جايين غير دي فيزيتور تومبوريغ دونك وفيهم

لي دوني اللي كنعطيكم كنعطيهم لكم من خلال واحد السيده كنعرفها قريبه ليا، هادشي اللي درت، دونك جات بأوفغ دومبلوا، بلوتو جات بفيزا توغيست، ولقات نوفغ دومبلوا بهذيك الأوفغ دومبلوا، ولكن الخدمه اللي غادي تخدم عندها علاقه مع لو ديبلوم ديالها ومع ليكسبيريونس ديالها، لأن عاوتاني هادي خصكم تعرفوها بأن مثلا واحد تيكنيسيان اون انفورماتيك، اكزومبل، تيكنيسيان اون انفورماتيك ولقى اوفغ دومبلوا بحال مثلا غادي يدير ميناج اكزومبل دونك ما كاين حتى شي كونكوردونس بين الخدمه ديال بين الدبلوم ديالو والاكسبيريونس واللوفر دومبلوا دونك خاص ضروري هذيك لوفر دومبلوا تكون عندها علاقه مع الاكسبيريونس ديالك والدبلوم ديالك باش هذاك لو كونسيي اون ايميغراسيون يقدر فاش غادي يشوف الدوسي غادي يفهم بأن يعني ماشي شي حاجه ماشي شي حاجه ماشي هي هذيك يعني باش يعطيك لو بيرمي دو طرافاي فاسيلمون دونك هادشي اللي كاين دونك اون فا كتاخد فيزا توريس كتجي هنايا كتقلب على اوفغ دومبلوا هذاك لومبلوايور اللي غادي يعطيك لوفغ دومبلوا خاصو ضروري يكون داير لا دوموند ديال اللي تي بأن راه ما لقاش اللي يخدم هنايا اي من هنا كتبدا لا بروسيدور ديال le permis de travail le permis de travail il y a des petits en ligne, il y a une ligne. كنمشيو للحدود اللي بين آه, كندا وامريكان آه, هذا سكون ابل لو تور دو بوتو يعني بحال اللي كاين البوطو ديال الدور كدير غير لو تور هكا بحال اللي مثلا راك دخلتي لامريكان يعني فتي الحدود وعاود رجعتي ولكن في هذيك الوقيته في هذاك لو تور دو بوتو يعني في داك الحدود بين كندا وليزيتازوني وال, وال, كاين تما ان سيرفيس ديميغراسيون اللي تابع لو ميفي

لوفخ اللي كيما قلت لكم مقبيله يعني هذيك لوفخ اللي لقيتي راه سا كونكورد مع ال... مع ال... مع التجربه ال... ديالك المهنيه في البلاد ومع لو ديبلوم ديالك ومن بعد كيقول لك وي دونك نعطيك لو بيرمي دو طرافاي من بعد كتعاود ترجع كدير كت لو تور دو بوتو كيما قلنا وبهذاك لو بيرمي دو طرافاي كتقدر تخدم به كاينين دي جون لي كيو ايتي ريفوزي لي رفضوا لهم لو بيرمي دو طرافاي فاش مشاو لداك الحدود لان جوستومون شافوا بان شي حاجه ماشي هي هذيك يعني كما قلت لكم مثلا تكنيسيان اون انفورماتيك وغادي يخدم مثلا في الميناج لان ما كاين حتى شي شي علاقه بين الميناج وبين تكنيسيان اون انفورماتيك دونك اون فوا لا بيرسون كتاخد لو بيرمي دو طرافاي تيعطيها لداك لو كونسيي دي ديميغراسيون هنا يمكن لها عاد تخدم لان كاينين اللي فاش كتجيهم لوف دون بلوا و اون اتوندون يخرج لهم لو بيرمي دو طرافاي كيخدموا مع داك لومبلويو يا يعني اما لومبلويو ما كيكونش عارف ولا كيقول له غير بقا تخدم معايا مثلا لو طون اللي يخرجك لو بيرمي لان هنايا كاين خطر على ان مثلا تقدر الى سيرفيس دي ميغراسيون كانوا كيديروا لنا كيديروا دي فوا لانسبيكسيون وجاو ولقاوك بان راك خدام ايليغالمون يعني غير قانونيا راه تقدر تخرج على راسك يعاود يردوك للبلاد وكذلك حتى لومبلويور حتى هو يل بو با تونجاجي طون كو ما عندكش لو بيرمي دو ترافاي كما قلت لكم هذه المعلومات كلهم اللي كنقول لكم كاينين في لي سيت في لو سيت ديال ليميغراسيون وكذلك من خلال السيده اللي من لا فامي هادشي كله دازت منه دونك قلت علاش لا غادي نتقاسموا معاكم دونك اون فوا ديك لا بيرسون كما قلت عندها لو بيرمي دو ترافاي كتسمى بيرمي دو travail Uh, temporaire uh, permis du travail uh, temporaire fermé fermé لان على حسب الكونطرا اللي غادي دير مع داك لومبلوي غادي يقول لها مثلا غادي تجلسي معايا ولا غتجلس معايا 2 زون ولا 3 زون الى اخره ومن بعد نعاودو نجددو لو كونطرا وهنا الا كان هذاك السيد ولا ديك السيده مزوجين يقدروا يطلبوا عاوتاني لو بيرمي دو طرافاي للزوج ديالها ولا للزوجه ديالو يعني الا كانت لا بيرسون جات غير بوحدها هنايا تقدروا تطلبوا ان بيرمي دو ترافاي اوفير كيتسمى اوفير لوت بارتنير هادشي اللي كاين وكاين ميم كاع الا كانوا عندهم وليدات ابازاج ماشي ابازاج قل من 18 عام، يقدروا يطلبوا ميم ان ديبلوم ديتود وغير اونتر بارونتيز مثلا اللي كان ما قادش على انه يدير مثلا هاد الدوسي بوحدو ويدفع اون لين ويخاف لا لي يمشي ما يعمرش الاوراق ولا ولا Il peut faire affaire avec un conseiller en immigration ou un consultant en immigration. Je pense, je pense, les frais, had la pro, had le dossier, le permis à travers un conseiller, je pense, à peu près, trois mille dollars, à peu près. Donc, ça dépend, quel est le, le conseiller, ça, ça dépend, elle l'avocat, etc donc rédique la personne une fois qu'elle a pris le permis de travail qu'elle a la résidence elle a eu la résidence temporaire un équama rir moaqtah mais ici, au Québec une fois l'ouaht ki douze ans Québec avec un permis de travail ou qu'elle est résidente temporaire il peut il la résidence il

mais le secteur de la santé c'est comme ça une fois que vous, vous les qui contrat et vous avez la résidence permanente donc j'espère j'espère à brièvement fait deux a une offre temporaire avec un permis du travail fermé l'étape de la résidence, ريزيدون ريزيدون بيرمانون دونك هاد اللي كاين وكيما قلت لكم دي فوا كاين شي واحد اللي كيتخوف على مثلا لا بغوسييدوغ يديرها ماشي هي هاذيك انا كنصحكم انكم دوزوا عن طريق ان كونسيي <applause> ولا ان كونسلطون باش كوم سا كتكونوا لا تيت ديالكم تخونكيل ما تغلطوا حتى في شي حاجه ولا في تعمار ديال شي ورقه والله يسهل للجميع ان شاء الله بحول الله كيما كنقول دونك وصلت لافان ديال لا فيديو ديالي غادي نختم كما دائما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته